والآن مشاهدينا نتحول لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال مع الزميلة ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لك دينا. شكرا إيمان. ونتحول لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية. أكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية على أعز توافر السلع بكميات كبيرة في الأسواق واستقرار الأسعار، مشيرا إلى عودة أسعار الأعلاف إلى طبيعتها. وشدد أمين عام اتحاد الغرف التجارية على التواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر رصيد الخامات ومستلزمات الإنتاج بالمصانع والسلع الأساسية لتحديد أولويات الإفراج عن المواني لضمان توافر رصيد كامل يكفي لنحو شهرين حتى تعمل المصانع بشكل كامل بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، والذي يتكامل مع الرصيد الاستراتيجي للدولة الذي يتراوح من 4 إلى 6 أشهر للسلع الأساسية والتموينية. أكدت وزارة البيئة أنه تم تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئي بالتعاون مع وزارة البترول وبناء على توجيهات الرئيس السيسي للحد من التلوث بخليج السويس. جاء ذلك خلال جولة لوزيري البيئة والبترول بمشروعات الإصحاح البيئي بالشركات العاملة بقطاع البترول بمنطقة خليج السويس للتأكد من التوافق مع قانون البيئة ولائحته التنفيذية. جولة تفقدية في عدد من مواقع حقول شركات البترول العاملة في البحر الأحمر قام بها وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، رافقه خلالها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حيث تفقد الوزيران إحدى محطات معالجة الصرف الصناعي لشركات البترول واستعرض الجهود المبذولة لمنع حدوث تلوثات بيئية بمنطقة خليج السويس والبحر الأحمر. دي باكورة الثمان شركات واللي هم بيشتغلوا بقى ورا بعض في إطار أو في خلال العام 23، وبنهايته تكون الثمان شركات اللي كانت بتصرف وما زالت بتصرف على خليج السويس تكون بتصرف بأسلوب وبمعايير جديدة حديثة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، بحيث أنه يبقى الصرف الصناعي بتاعها متوافق وليس فقط بيئيا على مستوى القوانين المصرية بل أيضا القوانين العالمية. وخلال الجولة قام وزير البترول بمرافقة وزيرة البيئة بالقيام بزيارة بحرية لمناطق شركات البترول العاملة بالبحر الأحمر للاطمئنان على الشعاب المرجانية وعدم تلوثها بأي شكل من الأشكال من مخلفات الشركات البترولية. نحن على دراية تامة بأن الشعاب المرجانية اللي موجودة في البحر الأحمر هي آخر شعاب موجودة على وجه الكرة الأرضية اللي هيتم صمودها أمام آثار تغير المناخ، وبالتالي لازم يكون هناك تدخلات وإجراءات أكثر صرامة من الدولة في الحفاظ على هذه الشعاب المرجانية ومساعدة هذه الشركات لكي تتوافق مع المعايير البيئية. كانت وزارة البيئة قد طلبت من شركات البترول العاملة بالبحر الأحمر تقديم خطط للإصحاح البيئي وتطوير محطات الصرف الصناعي لحماية البيئة البحرية من أي مخلفات صناعية، وبحلول نهاية العام الحالي سيتم الانتهاء من إنشاء جميع محطات الصرف الصناعي بتكلفة تصل إلى 7 مليارات جنيه بأعلى المعايير العالمية. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. في سوق المال، أنهت البورصة المصرية التعاملات في أولى جلسات عام 2023 بارتفاع جماعي للمؤشرات، وارتفع رأس المال السوقي 22.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 983.296 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 14,960 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 2876 نقطة، وصعد مؤشر EGX 100 بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 4259 نقطة.
إلى الأسواق الخليجية، حيث حققت أغلب مؤشرات الأسهم الرئيسية بداية جيدة لعام 2023، وارتفع مؤشر أبو ظبي بنسبة 4%، كما زاد المؤشر القطري بنسبة 1.4%، وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 3%. في المقابل تراجع مؤشر دبي 2%، كذلك هبط مؤشر البحرين بنسبة 4%. ختام أخبارنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لدينا وإيمان، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى عمر.